واحدة من أقوى حفلات صيف 2024 ومفاجآت تانية قوية هيقدمها الفنان العالمي سعد المجرد خلال أيام. حفلة في دبي وحفلة في لبنان وأغنية صيف 2024. تعالوا نشوف التفاصيل بالضبط ونرجع لبعض تاني. النجم سعد المجرد ومن بعد غياب عن لبنان بيعيد جمهوره اللي بيحبه بالفورم دي بيروت ب 13 نيسان بحفلة رح تكون من أهم الحفلات اللي طال انتظارها مع نجم الملايين سعد المجرد. أولا حفلة سعد المجرد مع دي جي رودج في دبي فيستيفال سيتي مول هتكون واحدة من أقوى حفلات الموسم اللي معمول لها دعاية جامدة جدا وأكيد الاستقبال هيبقى مشرف جدا يليق بنجم عالمي مغربي عربي وصلت شهرته من الخليج للمحيط وأغانيه لفت العالم كله وليها سحر وطعم تاني مختلف. الحفلة دي هتكون يوم 12 إبريل الجمعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت دبي. وبعد منها على طول يوم 13 إبريل 2024 حفلة الفنان العالمي سعد المجرد في لبنان وعودة جديدة إلى المهرجانات والسهرات الفنية اللبنانية. بحفلة رح تكون من أهم الحفلات اللي طال انتظارها مع نجم الملايين سعد المجرد. طبعا سعد المجرد ليه جمهور كبير جدا في لبنان ومعجبين ومحبين هيقابلهم المعلم سعد المجرد من جديد وأيضا هتكون حفلة قوية يفتتح بها سعد المجرد موسم الصيف اللي أكيد مليان بمفاجآت كتيرة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية. المفاجأة القوية اللي أعلن عنها سعد المجرد من حوالي وقت قصير جدا في هذا اليوم إنه الفنان سعد المجرد نزل مجموعة من الصور الجديدة على صفحته في إنستجرام وكتب عليها أعلم أنكم جميعا كنتم تنتظرون هذا من مستعد للموسيقى الجديدة وعلى ما أعتقد إن في أغنية بتتصور جديدة وباين من الصور إن ده كواليس تصوير أغنية جديدة أو كليب جديد من كليبات أغاني الفنان سعد المجرد اللي هيقدمها برضو في الأيام المقبلة على ما أعتقد هتكون بعد الحفلات اللي قلنا عليها في الأول 12 إبريل حفلة دبي و13 إبريل حفلة لبنان. توحش بلادي إن شاء الله عودة موفقة تكسر الدنيا للفنان سعد المجرد وأكيد مش عايزينه يغيب تاني عن الأنظار وعايزينه يقدم أغاني وحفلات وسهرات جديدة وبيكفي اختفاء عن الساحة الفنية طول الفترة دي. بالتوفيق للجميع تحياتي لكل اخواتي من كل مكان في العالم ان شاء الله الفترة اللي جاية حابب اقدم اغاني شخصية من كلمات ولحن وتوزيع بصوتي المتواضع هحاول ان انا اغير من فكرة القناة على اليوتيوب هقدم اغاني تخصني اغاني شخصية جديدة ان شاء الله تعجبكم وهيثبت المحتوى على كده فلو الفكرة دي عجب حضراتكم اتمنى تشجعوني وتكتبولي في التعليقات تحت ان انا اقدم اغاني الفترة اللي جاية وان شاء الله هتعجبكم واتمنى الفكرة تكون عجبتكم واكتبولي برضو رأيكم تحت في التعليقات واحب اشوفكم دايما بخير ما تنسوش اللايك والشير ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. انا مصطفى شريف دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.